ثنايا وأول أشواط الجعدان يعتبر شوط أيضا مميز من خلال هذه الانطلاقات من خلال هذا المهرجان مهرجان قصر الحصن هنا الذي يحظى بالرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم دائما على هذه الرعاية الكريمة للمحافظة على تراث الآباء والأجداد. المسافة هي كما تعلمون 8 كيلومترات ونسير إلى مقدمة الشوط وأرى اللي في المركز الأول هنا وبران لمحمد بن عبد الله بن معضد النياد بن معيضد النيادي لبن معيضد النيادي مرحبا يا بن معيضد. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني هنا شاهين لظاهر بن يمعة بن حارب المهيري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث هناك اللي دخل من الجانب الآخر اللي هو شاهين لسيف بن سلطان بن محمد العرياني يأتي ثالثا. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع المركز الرابع هنا اللي تدخل في هذه اللحظات مع شعار بن دري شعار بن دري المتميز دائما النادر النادر سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي في المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس وأرى هنا الغزال يا سلام يا الغزال خلك غزال يا الغزال لسالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري. ننتقل أيها الإخوة إلى المركز السادس المركز السادس أرى هنا شاهين محفوظ بن خميس الينيبي هو مالك أيضا اللي هو شاهين. ننتقل أيضا إلى المركز السابع وأرى هنا الفاتن لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري. والمركز الثامن اللي تدخل في هذه اللحظات خطير لحمد بن سالم بن سيف بن كلثم الخيالي. والمركز التاسع هناك صوغان حمد بن صالح بن حمد بن مقارح المري. والمركز العاشر أصبح من نصيب شاهين لمبارك بن أحمد بوعوانة المنصوري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا متابعينا عبر سيدة القنوات الرياضية وهنا أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذه الأحداث الجميلة من خلال هذه الانطلاقات من خلال هذا المهرجان من خلال هذه الأشواط المثيرة المتميزة دائما في عاصمة الميادين في الوثبة 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 الله الوثبة 2014 هنا قصر الحصن ومهرجان قصر الحصن. ونعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول المركز الأول هنا فراع فراع لحم اللي في المركز الأول هناك من الجانب الآخر هناك اللي هو فراع اللي في المركز الأول لحمد بن متعب بن حمد المنخس المري في مقدمة الشوط اللي هو في مقدمة الشوط ينتزع المركز الأول مبكرا أراه وأيضا يبغي عينه على السيارة عينه على الناموس والزعفران والتتويج. النقل الثاني على المركز الثاني هنا وبران محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي أيضا أيضا مرشح ترشيح قوي بالفوز في هذا الشوط نتمنى له التوفيق. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وأرى شاهين شاهين يأتي في المركز الثالث تعود ملكيته لظاهر لظاهر بن يمعة بن حارب المهيري. المركز الرابع أصبح من نصيب الغزال لسالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري. والمركز الخامس الخامس أصبح من نصيب أيضا النادر لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي أيوة نعم بالفعل الفلاحي إذا قلنا بن دري مع هذا الشعار الشطرنجي المتميز دائما في كل الأشواط وكل المشاركات. ننتقل إلى المركز السادس ننتقل إلى المركز السادس المركز السادس أصبح من نصيب الفاتن الفاتن ما ننساه يا بن مية ما ننساه ولا ننسى مالكة محمد بن سهيل بن وديمة العامري أحد الرموز المتميز
المتميزين في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. ننتقل إلى المركز السابع وأرى خطير حمد بن سالم بن كلثم الخيالي، وأيضا هنا التدخل في هذه اللحظات، التدخل أيضا من شاهين في المركز الثامن، شاهين لمحفوظ بن خميس الينيبي أيضا انتقل إلى المركز الثامن. يا سلام يا أبو ناصر العملاق العيناوي متواجد هنا، متواجد أبو ناصر الزعيم العيناوي. يا سلام يا عذاب القلب من شيء يشوفه يا أبو ناصر، ما شاء الله تبارك الله. ننتقل إلى المركز العاشر ولا التاسع؟ المركز التاسع أصبح من نصيب مياز راشد بن ناصر بن حسن النعيمي، والمركز العاشر أصبح من نصيب شاهين للسيد مبارك بن أحمد البعوانة المنصوري. هذه النتيجة أيها الإخوة، ونحن الآن نغترب من جسر العبور، يا سلام. وبعد جسر العبور أي نغادر لوحة الثلاثة كيلو مترات بعد جسر العبور. هذا المسمى هنا في عاصمة الميادين في الميدان الكبير هنا في ميدان الوثبة ضمن هذه الاحتفالية وهذا العرس وهذا الكرنفال الخليجي على أرض هنا أبناء زايد الخير وأرض زايد رحمه الله وطيب الله ثراه. نعود إلى المقدمة، نعود إلى فراع لا زال يفرع وهو في مقدمة الشوط، لا زال مسيطر على مجريات الأمور وعلى مقدمة الشوط وعلى رأس حربة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. فراع لحمد بن متعب بن حمد المنخس المري في مقدمة الشوط يبغي يهدي السلام إلى أهالي الدوحة، يبغي يسلم على أهل الشحانية، ولكن الخطورة والملاحقة القوية هنا أيضا من سراب ايضا هنا اللي هو شاهين ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري، ايضا لا يستهان بهذا الاسم، ما يستهان بهذا الشعار المتميز حل الصحيح. وهذا بندري، مع النادر، عملة نادرة جدا ورقما صعب دائما وأبدا في عالم سباقات الهجن. هذا هو النادر الملكي لسالم بن أحمد بن محمد بندري الفلاحي، أحد المضمرين المتميزين في عالم سباقات الهجن. وللسيارة الثانية، إذا أخذ السيارة رصيده سيارة أو أولى، وهذه هي السيارة الثانية تضاف إلى رصيد النادر وإلى أيضا اسم سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. يا سلام، وهنا الخطورة، من شاهين، ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري، ولكن أعتقد النادر، 300 متر تفصله عن خط النهاية وعن الناموس. هذا هو النادر، وشوفوا اللي قادم، سراب سعيد بن مخيت بن ناصر العامري وصل ما يبنى له طاري، يتسلل ويتسرب إلى موقع الحقيقي، إلى موقع الصحيح. سلام للوقن، سلام واسعد الله مساكم يا أهل الوقن، تهانينا. والناموس لسعيد بن مخيت بن ناصر العامري المركز الثاني. وصل في شاهين لضاف ظاهر بن حارب، المهيري المركز الثالث. وصل فيه النادر لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الرابع. وصل فيه مياس لراشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي والمركز الخامس. وصل فيه شاهين لمحفوظ بن خميس الينيبي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، والسيارة والزعفران ذهب إلى الوقن، إلى منطقة الوقن.
المتميزة، ومع أيضا اللي هو سراب لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري، حيث أنه قطع المسافة في زمن وقدرة 8 كيلومترات في 13 دقيقة 32 ثانية، 5 من الأجزاء، وفاجعنا في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لأهل الوقن، تهانينا على هذا الفوز، وتهانينا لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري. شكرا يا أسامة الهواري مخرجنا المتميز. نشوف المركز الثاني، هنا المركز الثاني وصل فيه شاهين، أيضا شاهين ملكيته لظاهر بن يمعة بن حارب المهيري، حيث أنه قطع المسافة في 13 دقيقة 33 ثانية، 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس. وأيضا اللي في المركز الثالث النادر، حيث أنه قطع المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة و35 ثانية وجزء واحد من الذرة. تهانينا لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي على فوز النادر بالمركز الثالث، وتهانينا لجميع الأخوة الفائزين ب10 المراكز الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحية مع انطلاقة شوطنا الرابع في تعداد اشواط مساء هذا اليوم، مكملا للجولة الاولى الشوط الرابع وهو الخاص